شفتوش عندنا نجوم في السماء. مستعد لمغامرتنا النهارده؟ مستعد جدا. طب عايزك بقى تقولي استعديت ازاي امبارح؟ عملت ايه النهارده الصبح؟ لا تمام، انا متوتر اكتر من الفاكت اللي احنا هننط من طياره ف بس انا تمام. طب قولي ايه اكتر حاجه موتراك، يعني النطه نفسها ولا الطياره ولا ايه بالظبط؟ انا بصي يعني الموضوع يعني اكيد انا لما بركب طياره ببص وبشوف فاهمه ايه الدنيا، بس عمري ما فكرت اللي انا ممكن ابص وانط في نفس الوقت فاهمه. طيب ادم، تفتكر سكاي دايفنج محتاج لياقه وعضلات وكده ولا لا عادي؟ لا انت بس محتاج مخك يبقى فاهمه، دماغك جاهزه اوكي عشان انت هتنط من طياره، ف يعني مش محتاج عضلات ولا اي حاجه، بس محتاج كوريج فاهمه. اوكي ودي موجوده عندك؟ هنشوف. احنا عارفين انك رياضي أوكي. وعارفين انك كسول وبتحب النوم جدا، صح؟ فازاي بقى الاثنين بتعملهم ازاي مع بعض؟ بص انا كسول قوي أوكي. قوي، بس في نفس الوقت انا عارف ان يعني عندي كارير وعندي شغل وعندي حاجات، وكمان بصي انا بحس ان انا يومي بيبقى احسن لما بتمرن فاهم قصدي، فبقوم نفسي كده انام لي 12 ساعه بس. بهزر ممكن انام 12 ساعه عادي، مش بهزر قوي يعني، بس مش كل يوم. وبعدين اقوم اروح الجيم ويومي بيبقى لطيف جدا بعد الجيم. ايه تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك؟ مش عارف الكلمه بالعربي، بس spontaneous يعني في اي وقت عفوي. صح، حد يكلمه يلا ننزل كذا كذا هو جاهز يجمع الحاجات ويلا ننزل. تاني حاجه يبقى open minded قوي، نجرب حاجات جديده فاهمه، يعني مخه يبقى مفتوح لنو experiences. هنعمل VR test هتثبت لنا بقى انت بجد تستحق المغامره دي ولا لا. يلا بينا. يلا. ايه الهاي سكور في اللعبه دي بقى؟ الحقونا. جامد، انا هكسب دلوقتي. ماشي يلا طير اسرع يلا. ليه انا بدخل بكل جسمي فاهمه؟ لا ده غريب جدا. لا 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 اثبت لنا يعني بالفي ار ان انت مغامر مش سهل خالص. اوكي واحنا دلوقتي خلاص مستعدين للمغامره بتاعتنا. دلوقتي اخر حاجه هتعملها قبل ما تطلع الطياره هتسجل فويس نوت. فويس نوت دي ممكن تبقى لنفسك او لاي حد. اوكي تمام يلا. تمام. حاجه غريبه بعد فويس نوت لنفسي، بس بص يا برو دلوقتي احنا خلاص جاهزين هنطلع على الطياره كمان شويه. اوكي فاخر حاجه عايزك تعملها قبل ما تطلع الطياره عايزك تقول لي انت كان نفسك مين يبقى معاك دلوقتي. بص كان نفسي اختي تبقى معايا قوي، بس هي في امريكا فصعب قوي. هتاخد موبايلك دلوقتي وهتكلم ملك وقول لها بقى كل حاجه، قول لها عن الاكسبيرينس بتاعتك، قول لها انت حاسس ايه، وقول لها ان هي لازم تيجي تعمل ده. اوكي تمام يلا بينا. يلا بينا. هاي ملك. هاي ادم. هاي عم. الحمد لله كويس، انت عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامل ايه؟ بصي انا ام جونا سكاي دايف دلوقتي، اول مره يا ملك انط من طياره. ايه ده؟ طب مش خايف؟ مش خايف خالص، مش قلق. يعني بصي انا كنت متوتر قوي بس دلوقتي انا جاهز. جود لك، والمره الجايه بقى اخد معاك فور شور. يلا بقى هبتدي. ثانك باي باي. نجوم السماء نجوم السماء. جاهز سيفتي قوي. ادم احنا دلوقتي في الطياره.
قولي حاسس ايه؟ متحمس؟ متحمس بس متوتر. انا متوتر لحد يعني اخر لحظه وبعدين اكسايتد قوي. احنا دلوقتي اول حاجه بنعملها اول ما نطلع طياره ايرلاين مود، وانت تحت بتعمل المود ده امتى؟ طول الوقت ايرلاين مود. بجد؟ انا بعمل ايرلاين مود كتير قوي. هذا ما سألك سؤال وعايزاك ترد عليا في 3 ثواني، لو جاوبت صح مش هنزلك. اوكي. اوكي؟ عمرك اخدت حاجة من السوبر ماركت قبل كده ما حصلتش عليها؟ اه. طب هو ال3 ثواني ما عدوش بس انت هتنط عادي. انا هنط عادي. شوفك بالسلامة عند النيل. جود لك. باي. بالليل 10 مرات ورا بعض دلوقتي. ما اقدرش. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. احسن حاجه في الدنيا حبيب. والله يا كابتن انت عملت سكاي دايفنج تحفه. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا. شكرا قوي. نجوم السماء نجوم السماء. ده احسن احساس في الدنيا. قبل ما تنزل ما فكرتش كده اللي هو ايه اللي انا بعمله ده؟ انا هرجع تاني
مش هنط. لا انا حسيت انا لبست في الموضوع فهنط. يلا بينا النط. خلاص بقى اللي خلاص حصل. احنا ركبنا الطياره فيلا بينا. وانت طاير بقى وفتحت عينك وشفت مصر فكرت في ايه؟ اول حاجه يعني في الاول ما كنتش قادر اركز قوي فاهمه عشان اول مره اعمل ده والاحساس كان يعني حلو بس الله في نفس الوقت فاهمه. بس بعدين بعد ما ركزت شفت بقى النيل وبرج القاهره وشفت الزمالك وكان منظر بجد جميل قوي. بما اننا عند النيل هسالك شويه اسئله عنه. يلا بينا. تفتكر لقب لمصر مرتبط بالنيل ايه هو؟ هبه النيل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره دي؟ طيب اكلت دوره وحمص الشام مع حبيبتك على كورنيش النيل قبل كده؟ عشت التجربه دي؟ لا لسه لسه لازم اعمل كده. حمص الشام له اسم تاني دارج بين الناس في الشارع، تفتكر ايه هو؟ تفتكر ايه هو؟ فكر كده. حلبسه صح؟ حلبسه؟ حلبسه. جامد جامد قلتها غلط بس جامد. طيب بتحب ورق العنب في لعبه نيوتن؟ انت بقى بره لعبه نيوتن ايه الاكلات المفضله ليك في مصر؟ بحب ورق عنب في الشور اكيد. قلت كده كتير بس بحب الكشري قوي. بقيت باكل شاورما قوي الى كتير قوي. شاورما. ما اكلتش ملوخيه قبل كده؟ ملوخيه اكيد اكلت. ايوه ده أكيد. اهم حاجه اكيد بس مش فاكرها دلوقتي. طيب. طيب لو هتكتب رساله للعالم على شراع مركب في النيل هتكون ايه؟ اكتب ايه؟ اكتب live your best life. عيش حياتك صح. حلو قوي. اوكي ايه احلى حاجه موجوده في مصر مستحيل تلاقي زيها في اي مكان تاني غير الاوبفيوس يعني الاهرامات؟ وغير كده انا قلت كده قبل كده بس حابب الناس قوي هنا فاهمه. الناس هنا غير الناس يعني عندنا في العالم كلها. لو هتنصح حد بقى من صحابك ان هو يجي يعيش التجربه دي بقى هتقول له ايه هنا في مصر؟ مش هتشوف حاجات هنا اللي انت مستحيل تشوفها في اي مكان تاني يعني بجد. قولي لي بس هتلاقي يعني لما بتنط بتشوف الاهرامات بتشوف النيل بتشوف حاجات كتيره جدا مستحيل تشوفها في اي مكان تاني غير مصر. عايزين نسمع بقى الفويس نوت اللي انت بعتها. اوه قبل ما تركب الطياره. اوكي ونكتشف كده مع بعض. تمام يلا نسمعها. بص يا برو انت دلوقتي هتنط من طياره اول مره تعمل كده في حياتك واكيد يعني ام اكسايتد قوي قوي في نفس الوقت متوتر في نفس الوقت اكسايتد قوي 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 عشان قوي قوي اجين اول مره اعمل حاجه زي كده. وتاني حاجه انا هشوف مصر اشوف الاهرامات اشوف النيل اشوف الزمالك من فوق اشوف كل حاجه من فوق فان شاء الله هتبقى اكسبيرينس حلوه قوي. جامد انا كنت صح. اي واز اكسايتد قوي قوي قوي. خلاص احنا كده خلصنا اخر حاجه بقى عايزين ناخد سيلفي مع البرج. يلا بينا. يلا ليتس دو ات. اوكي